أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا الأسبوعي من جلسة الأعمال. نلتقيكم أنا رولا تراوني وزميلتي لبنى فواز. أهلا بك رولا. أهلا بك رولا. لدينا اليوم الكثير من المواضيع التي سنطرحها على مدى هذه الساعة من جلسة الأعمال. سنتناول موضوع العقار في مصر تحديدا بعد قرار تعويم الجنيه، سنتحدث عن الضرائب في الخليج تحديدا في السعودية، لكن سنبدأ من التعليم الافتراضي. نذهب في بداية جلسة الأعمال اليوم في جولة على أبرز العناوين. النظام الضريبي في السعودية يقوم على الشكل الإسلامي. الخليج يتجه لتطبيق ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية، والسعودية تتوقع إيرادات ب 12 مليار ريال من هذا التطبيق. السعودية تستحوذ على 87% من المشروعات الصحية في الخليج، وتوقعات بوصول حجم القطاع ل 70 مليار دولار حتى العام 2020. تعويم الجنيه المصري يرفع أسعار العقارات في السوق بنسبة 30%. إذن سنبدأ كما ذكرت منذ قليل بموضوع التعليم، تحديدا التعليم الافتراضي. يعتبر مفهوم الجامعة الافتراضية أو ما يسمى ويعرف بالفيرتشوال يونيفرسيتي يعتبر واحدا من المفاهيم الحديثة التي انتشرت في الألفية الجديدة. ما ساعد هذا المفهوم على الانتشار وعلى وجود بعض الشعبية له هو وجود شبكة انترنت، خاصة في الدول التي فيها شبكة انترنت قوية وفاعلة، وما سمح للطلاب بالتحاق بهذا النوع من الجامعات عن بعد والحصول على شهادات دراسية معترف بها، لكن في اختصاصات محددة دون الاضطرار إلى حضور محاضرات ودروس شخصيا. سمحت هذه الجامعات أيضا لفئات كثيرة من الناس بالحصول على التعليم بعد أن كانت ظروفها الشخصية تمنعها من ذلك. حول واقع هذا التعليم ومدى جدواه في المنطقة والعالم، معنا الحديث عنه الدكتور حبيب سليمان، وهو عميد شؤون العلاقات الخارجية لأكاديمية إدارة الأعمال في الجامعة السويسرية المفتوحة. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا دكتور. يعني ربما البعض القلة يعلمون ما هي طبيعة الدراسة بهذا النمط الافتراضي، ولكن لمن لم يختبرها سابقا، ما هي أو ما هو مفهوم التعليم الجامعي الافتراضي أو الفيرتشوال يونيفرسيتي؟ التعليم الافتراضي هي إمكانية جديدة تم تأسيسها من تقريبا 15 عاما للطلبة الذين يرغبون بعدم مغادرة منازلهم أو بلادهم من أجل الحصول على تعليم أفضل. التعليم الافتراضي بحيث يكون الدكتور مشرف الطلبة متواجد لايف صوت وصورة، يتكلم مع الطلبة، يشرح لهم المحاضرة، وبإمكان الطلبة أيضا التكلم مع الدكتور مباشرة صوت وصورة. وفي حال لم يتمكن الطالب من الحضور لايف مباشرة للمحاضرة، المحاضرة بشكل عام يتم تسجيلها ورفعها على مكتبة الجامعات، وليتمكن الطالب فيما بعد من السماع لها حسب الوقت المتاح له، حسب الوقت المتوفر. لكن نعم. ما هي مزايا يعني هذا النوع من التعليم؟ لماذا سيعمد طالب ما إلى الالتحاق بالتعليم الافتراضي بدلا من الالتحاق اليومي بصف تقليدي وبجامعة تقليدية؟ أغلب الطلبة يرغبون بالحصول على تعليم أوروبي، تعليم أمريكي، تعليم من دول متطورة في التعليم بعدم، ولكن لا يستطيعون مغادرة منازلهم لسبب عائلي، لسبب العمل، لعدة أسباب، ولهذا يتجهون دائما إلى التعليم الافتراضي لكي يتمكنوا من تحسين خبراتهم العملية والحصول على شهادة أجنبية، شهادة أوروبية، شهادة أمريكية معتمدة من كل دول العالم، وبنفس الوقت عدم سفر من بلدهم. ولكن هل الكلفة محسوبة هنا؟ يعني هل ربما كلفة الالتحاق بهذا النوع من الجامعات الافتراضية أقل من أنه أنا أروح أتسجل بجامعة أجنبية في البلد الذي أعيش فيه؟ طبعا السفر لأي دولة من دول العالم يحتاج إلى مصاريف إضافية. بالتعليم الافتراضي نحن تتمكننا من نقدم للطالب بحيث أنه فقط يدفع الرسوم الدراسية بعدم مغادرة أو أي شيء، وفقط يدفع الرسوم الدراسية. طب دعنا فقط نضع الأمور، يعني هذا النوع من التعليم هل هو متوفر في كل الدول؟ أنتم يعني ربما في سويسرا يعني تحاولون عن طريق هذه الجامعة أن توفروا هكذا نوع من التعليم، ما هي التخصصات المطروحة؟ أغلب التخصصات المتوفرة حاليا في التعليم بتاع عن بعد أو التعليم الافتراضي هي تخصصات أدبية، هي تخصصات في إدارة الأعمال، علوم اجتماعية، تخصصات ما يطلق عليها بالأدبية، أو تخصصات ممكن تكون بعض الدول أو الجامعات تقدم القانون، السياحة، الفنادق، إدارة الأعمال، التسويق. هي الأسهل في تطبيق النظرية الافتراضية عليها أكثر؟ نعم، من المستحيل حتى الآن تطبيق الدراسات العلمية أو دراسات الطب والهندسة والصيدلة للأونلاين، حتى الآن لا يوجد التقنية الكافية لتقديم مثل هذه الدراسة أونلاين.
أعجبني أنك استخدمت أكثر من مرة يعني كلمة حتى الآن، لأنه السرعة في التطور التكنولوجي صحيح. يجعلنا نتوقع بأنه أي شيء ممكن تخطيه، أي تحدي ممكن صحيح. تخطيه في السنوات المقبلة. ماذا عن التحديات؟ طالما نتحدث عن التحدي الآن، هنالك نوع من الثقافة ربما التي ما زالت موجودة خاصة في دولنا التي ترفض هذا النوع من التعليم وتطمئن أكثر إلى نوعية التعليم التقليدي. كيف يمكن لأهل مثلا أن يطمئنوا إلى أنه ابنهم يأخذ نوعية التعليم المطلوبة حتى ولو كانت افتراضية؟ أغلب الأساتذة الذين يدرسون لدينا على سبيل المثال هم دكاترة في جامعات أخرى، دكاترة في جامعات التعليم التقليدي. نحن بشكل عام العرب بنخاف من الفير اوف انون، بنخاف من اي شيء ما بنعرفه، فلذلك حاولنا أن نكون دكاتره اللي بيدرسوا عنا بالعربي او بالانجليش هم دكاتره في جامعات اخرى تقدم دراسه تقليديه، لكي يتمكن او يتاكد الاهل ان الطالب او الطالب سياخذ التعليم نفسه كما لو انه يدرس في اي جامعه تقليديه. وما هي ضماناتكم ان يشارك هذا الطالب عن بعد مع الجلسه المفتوحه؟ وربما البديل سيكون على تسجيل فيديو عادي لاستاذ جامعه يقوم بشرح، يعني كانه متوفر الماده ربما حتى بكواليتي او بنوعيه وجوده افضل ربما حتى. احنا عندنا الطالب دائما بنعمل مراقبه اونلاين لما يدخل على مكتبه الجامعه، بنقدر نعمل مراقبه اونلاين كم بقي على مكتبه الجامعه، لازم الطالب يتواجد على الاقل 80% من المحاضرات اونلاين بحيث انه نقدر نجبر الطالب يتفاعل بقدر الامكان مع المحاضر عشان يقدر ياخذ النولج العلم الحقيقي. واللغات اللي بتدرس فيها؟ نحن بندرس بثلاث لغات حاليا، بالروسي وبالعربي وبالانجليزي. على كل حال طبعا نحن نتحدث عن التعليم الافتراضي بشكل عام، لابد من القول بانه هذا التعليم عماده الاساس، الركن الاساسي الذي يعتمد عليه هو موضوع الانترنت. صحيح. يعني في حال توفرت الانترنت، سهوله توفر الانترنت، كلفه الانترنت احيانا ايضا يجب ان نحسب حسابها، هي عامل مؤثر في نجاح او فشل هذا المشروع. صحيح. في دولنا العربيه اليوم هل يعتبر هذا ايضا من التحدي؟ هل يعيق التلاميذ العرب عن الحصول على فرص التعليم الافتراضي بسبب الانترنت تحديدا؟ بشكل عام حتى الآن طلاب العرب لا يواجهون هذه المشاكل، هذه المشاكل متواجدة في دول أخرى، بالوطن العربي بشكل عام لا نواجه هذه المشاكل، الإنترنت مقبول عنا حتى الآن من أجل التعليم الافتراضي. بماذا يختلف هذا النوع من التعليم عن التعليم عن بعد تقريبا؟ التعليم عن بعد بحيث هو التعليم عن بعد أقدم من التعليم الافتراضي، التعليم عن بعد عمره ما يزيد عن 100 سنة، بحيث أنه كانت الجامعات ترسل للطلبة المنهاج عبر البريد أو على صندوق البريد ويقوم الطالب بالدراسة في المنزل وفقط يذهب الى الامتحان. التعليم الافتراضي لا، الدكتور متواجد لايف كل اسبوع، الطالب يتكلم مع الدكاتره، يتكلم مع اصدقائه. هذه هي نقطه يعني كنت ارغب في القول، يعني الحياه الجامعيه دائما هنالك التلامذه بينهم وبين بعض، يعني صحيح. زميلي في الدراسه، هل هنالك طريقه للتواصل بينهم وبين بعض ايضا؟ الطلاب دائما متواجدين فيما بعضهم على الواتساب على الفيسبوك، يعني اصبحوا الان يعني لدينا طلبه من 120 دوله حاليا، كلهم يتكلمون فيما بعضهم على الواتساب وكانهم يعرفون بعضهم من سنوات. نحن لدينا تخرجات كل سنه نخرج مجموعه الطلبة، عندما يحضرون للتخرج حفل التخرج كأنهم يعلمون بعضهم من مئات السنين. يعني على كل حال هذا يعيدنا ويحيلنا إلى التعبير الذي بدأنا باستخدامه ربما من أكثر من 10 سنوات، موضوع القرية العالمية. يعني طالما لدينا إنترنت، لدينا قدرة على التواصل عبر هذه التقنيات الحديثة، كل العالم أصبح بمتناول اليد. شكرا لك ضيفنا في الاستوديو الدكتور حبيب سليمان، عميد الشؤون للعلاقات الخارجية في أكاديمية إدارة الأعمال في الجامعة السويسرية المفتوحة. شكرا لك.